كان الزلزال ولا يزال من العذاب الذي يرسله الله على من يشاء من خلقه، فكان عذاب قوم شعيب الزلزلة. قال الله تعالى عن قوم شعيب: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كثرت الزلازل والمخاوف في الآونة الأخيرة، ولا شك أن الزلازل نوع من الابتلاءات والامتحانات الإلهية للإنسان، وقد يكون ناتجاً عن غضب المولى عز وجل على عصيان الناس لأوامره تعالى. فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام أن من أسباب الزلزال فهو انتشار الفاحشة، فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة، إذا فشى الزنا ظهرت الزلازل، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حقا لقد ظهر الفساد وقلة البركات في عالمنا هذا، ومن مظاهر هذا الفساد الذي نخر في أجواء بلاد العالم عدم الالتزام بشرع الله، فأبيحت المحرمات وأطلق العنان للشهوات، ولم يتميز الحلال من الحرام، وكثر القتل والزنا في أرجاء المعمورة. وليذيقهم الله عز وجل وبال بعض أعمالهم الدنيوية قبل أن يعاقبهم عليها جميعا في الآخرة، لعلهم يعودون إلى رشدهم ويتوبون إلى الله توبة نصوحة، ويرجعون عما هم عليه من الكفر والشرك والنفاق وعمل الكبائر. فالزلزلة آية من آيات الله يخوف بها المكلفين من الناس ليقلعوا عن ذنوبهم ويرجعوا إلى ربهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً.